أبدأ معك سيد طلال، هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتكرر، مرة ضد حماس ومرة أخرى ضد الجهاد، ثم التفاوض وبحث هدنة مع فصائل، مع غياب تام للسلطة الفلسطينية، إلى أين وصل الحال الفلسطيني؟ وما هي مكانة القضية الفلسطينية الآن برأيك؟ والله بطبيعة الحال لا أستطيع أن أنكر الإنسان بأن الانقسام الفلسطيني ما يزال قائما، وأن هذا الانقسام انقسام سياسي، برنامجين، رؤيتين، وانقسام جعلته إسرائيل جغرافيا، وأرادت إسرائيل خلال هذه الأعوام التي مضت من الانقسام أن يكون الانقسام أكثر تجزيئا، بمعنى أن يكون للقدس همومها، للخليل همومها، لغزة همومها، لنابلس إلى آخره. ولكن يعني طبيعة العدوان الإسرائيلي المتكرر بهذا الشكل كل الوقت في الضفة الغربية بطبيعة الحال، وبين الحين والآخر بدون توقيت ثابت على قطاع غزة، جعل الشعب الفلسطيني موحدا ميدانيا وموحد سياسيا عندما يكون الأمر له علاقة بالصراع مع إسرائيل. الآن ربما الظروف الدولية اختلفت، الإقليمية اختلفت، رغم كل ما يمكن أن يقال عن تطبيع عربي، عن محاور، عن ما إلى ذلك، لكن هناك تطورات استطاع الشعب الفلسطيني معها أن يعيد تأكيد مركزية القضية الفلسطينية على ساحة الصراعات الإقليمية والدولية. بغض النظر الآن سنقول هل هذا يعني صحيح أم لا، العرب عندما اجتمعوا في جدة في قمة جدة كان موضوعهم الرئيسي موضوع القضية الفلسطينية. الأمر لا يقاس بما إذا كانت الجماهير العربية ستخرج في الشوارع انتصار للقضية الفلسطينية. لاحظوا بأن روسيا للمرة الأولى منذ زمن طويل وهي دولة صامتة وعلى تنسيق مع إسرائيل كل الوقت، وهذا واضح يعني فيما يجري في سوريا، تقول للمرة الأولى بأن إسرائيل هي المعتدية على شعب الفلسطيني وأنها تدعم رؤية الدولتين. هذا تصريح مباشر ناتج بطبيعة الحال عن المتغيرات، وهذه المتغيرات عمليا ستترك فرصة كبيرة أمام إعادة تأكيد أولوية القضية الفلسطينية، خصوصا بعد هذه السياسات الغربية المنحازة لصالح أوكرانيا وإدارة هذه السياسة بعين واحدة، كما قال أحد أمراء السعوديين اليوم بأن الدم الأوكراني يختلف عن الدم الفلسطيني. الفلسطينيون سيعودون ويؤكدون هذا الحضور للقضية الفلسطينية، سأأتي إليك رغم كل في ما هذه يجري النقطة ويبدو وكأنه سوداويا.